نروح للويس ادريانو. والحقيقه لويس ادريانو لاعب البرازيلي اللي هيواجه الاهلي بكره ان شاء الله مع فريق بالميراس لو اشترك في المباراه بعد اكتر من 15 سنه. لويس ادريانو اللي حضراتكم شايفينه في الصوره ده كان لاعب قدام الاهلي في نسخه كاس العالم للانديه، برضو النسخه اللي لعب النادي الاهلي فيها مع انترناسيونالي البرازيلي. كان ساعتها لويس ادريانو بيلعب في انترناسيونالي وكان عمره في التوقيت ده 19 سنة. تلف السنين والدنيا ويرجع لويس أدريانو يقابل الأهلي مرة تانية في مباراة بالميراس. طبعا انتقل لبالميراس وقضى معهم مشوار طويل جدا، وهيشارك من المنتظر أنه يشارك في مباراة بكرة مرة تانية أمام النادي الأهلي.